هذا الحديث يعني ما بيكون مثل حتى لو كان كبير هذا المقصود هو ايه؟ كيف؟ المقصود من هذا الحديث اي أيوة حديث ما هو؟ شو نص الحديث الثاني؟ هذا هو الحديث ما هو؟ كل امرئ من مرهون او كل مولود كل غلام مرتهن بعقيقه نعم اه طيب اذا ما توفرت العقيقه يعني كيف هنا مرتهن يعني بالتاكيد اكيد وهذا مكلف فيه الانسان المستطيع نعم. يعني العقيقة ليست في أوجب من الحج والحج كما تعلم إنما يكلف الإنسان حين استطاع كذلك العقيقة واضح؟ هذا سيد شكرا لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم صار وقتك أبو ليلى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليك الحمد لله طيب أهلا مرحبا كيف أنت يا شيخ بخير كيف حالك كيف حالك بخير والله الحمد يا شيخ نحمد الله إليك الحمد لله رب العالمين بشرنا أنت كيف صحتك أحسن من ذي قبل والحمد لله الحمد لله أطاع الله في عمرك نفع الله بك الله يجيك الخير ويتقبل منك آمين يا شيخ عندي بضعة أسئلة